يومين يومين يا معين، وانا اسالك ها شو بنسوي؟ قول لي وين بنروح؟ شو الخدعه؟ شو الترك اللي انت بتسويه؟ وياس تقول لي خير ان شاء الله، استريح بديك الدله. دليتني بالدله هذه، شو فيك؟ وين بنروح؟ عدنان قول لي. المفاجاه تكون مفاجاه يوم ان الواحد ما خبر العالم فيه. صحيح. انا مذهب لكم شيء، واحنا الحين في الدرب سايرين دبيمون. حلو الكلام. بنسير وان شاء الله لو عد ترتيب لو اللي ببالي صار، احنا بنعطي المشاهدين شيء ما شافوه في العالم العربي. حلو. خاصه عندنا في البلاد في الامارات، فان شاء الله يستانسون ويانا، وان شاء الله تستانس ويانا، وتكون رده الفعل الجمهور اللي موجودين ويانا هناك، وانتم والشباب اللي منتظرينا في العسل. انت شو بتسوي؟ بشوفه. هذا ناوي على شر يا جماعه، هذا بيسوي شيء انا اعرف اذا ما يقول يعني شيء كبير. على العموم اعزائي المشاهدين، خلكم ويانا والله يستر. نشكر نشكر.